gudoomiyaha siyaasadeedka hore Said Cabdullaahi Darawal oo la hadlay telefishanka saxan ayaa waxa uu shacabiga Islaamka u diray hambalyo ku aadan munaasabada Ciidul Fidrida waxaana uu si gaar ah u hambalyeeyay shacabiga Soomaaliland waxaana waa la uga bariyay in ciidan ciideeda ay ku gaadhaan nabad qab iyo caafimaad isagoo sidoo kale ku baaqay in la ilaaliyo nabadgelyada xasiloonida iyo jiritaanka Soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ساكا عيد الفطر ليا وحنضمان مرسل الإسلام في عالمك خاصة تدوينا الرئيس ومالنا بقول كيبا بقول ضد إسلاما وحندري باليو عيدة وحنلي عيد مبارك كل عام وانتم بخير. وحكروني دي شيء ان الهي كبرينا ان الهي عبادتي اين صدق اسمع الموضع رمضان كسوتري ان الهي نجاح برب. ما انت عيد انا بركة ديدا وينسيه. تاسوا تا تلوات وحن سوتي وحن وحن وباغيا وحن الهي كبرينا. إنه دلكينن دلكينن بوك يبرعد سمريو إلى هين موافقة ينور رونالدو أريمان نبت قرية الردى صعدنا إلى هين وحكبر هي إنه سفدود إنه وحليو إنت أصبح المان تورننا وما نفرح له مرلبات عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير عيد محمود حسن تلفيشة كصهن مجلة هرجيسه